منتوج. حوالي 95% من المساحات الصالحة للزراعة تعتمد على الأمطار، ومع قلة الأمطار خلال هذا الموسم بسبب التغيرات المناخية، توقع العديد من الخبراء في المجال هبوطا حادا لإنتاج الحبوب، خاصة مقارنة بالسنوات الفارطة. صحيح التساقطات الأخيرة هذه حسنت ما يمكن تحسينه على مستوى بعض المناطق، لكن مع الأسف نسبة النمو في مناطق أخرى ما تعدتش 10 و15%، وبالتالي اليوم هي دعوة إلى صوت الإشراف بطبيعة الحال للاعتناء على الأقل بالمساحات اللي مازالت نجم إصلاحها أو نجم نأخذ منها، خاصة على مستوى البذور بالنسبة للموسم القادم. يعني موسم صعب، نتوقع احنا ما نجموش نعطوا اليوم توقعات فعلية، ولكن مش يكون موسم أقل بكثير من الموسم الفارط. الموسم الفارط تم تجميع تقريب 7.4 مليون قنطار، لكن السنة صعب جدا أن نوصل للرقم هذايا. ويبدو أن هناك توجه نحو اعتماد تقنية الاستمطار لتحسين كميات الأمطار، ومنها تحسين المنتوج الفلاحي. هذه التجربة النموذجية ستنطلق خلال شهر مارس المقبل بولاية زغوان، في انتظار تعميمها على بعض المناطق الأخرى. والطريقة هذه ربما ما وصلتش لتونس في الوقت اللي يلزم، ولكن في ظرف هذه إخواني لابد لنا باش نخموا فيها، باعتبار اليوم كميات الماء والأمطار معناها ضعيفة، وما علينا إلا أن باش نشوفوا بعض الأساليب اللي باش نبروفوكوا السحب هذه وباش تهطل علينا أمطار اللي على الأقل تنجم تخفف من استهلاكنا السنوي من المياه الفلاحية. استوردنا المعدات هذه اللي تمكننا باش نحسنوا في كميات الأمطار، وهي تجارب موجودة في العالم مدة 60 سنة و 70 سنة. المعدات وصلت توا في الميناء، وإن شاء الله في أول مارس أون بلاس الواحد ونبدأ في التجربة بالطبيعة، وإن شاء الله جماعة مش يكونوا معنا الناس المختصين في الميدان هذا. أما عن حاجية السوق خلال شهر رمضان، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالزراعة الكبرى محمد الجيبية ما يلي. نتصور أن عندنا كل الحاجيات وتم توفير، وخاصة كسوة على العظم والهم شوية نقص على مستوى الحليب، على مستوى خاصة اللحوم الحمراء، هذا مش يكون على نقص على مستوى شهر رمضان، لكن الخضروات والغلال ان شاء الله الحاجيات نتاعنا على مستوى السوق متوفره ان شاء الله. ويأمل الفلاح نزول الامطار خلال الاشهر القادمه لانقاذ الموسم الزراعي.